يقول الأخ أختكم أم لينا يا شيخ بأنها حجت العام الماضي وأثناء طواف الوداع انتقض وضوءها فأكملت الطواف، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنه بطل طوافها بانتقاض الوضوء ولا صح لها وداع، فعليها فدية، عليها أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء أو توكل من يذبحها نيابة عنها. نعم.